مين أشيك رجل في السعودية؟ محمد بن سلمان حسن. كلمات صادقة أثارت جدلاً عارماً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ولسان لا يخشى توابع ما يقول، ولقطة فارقة حملت في طياتها الكثير من الصخب والإثارة. اعتراف من فتى صغير باح بأسرار مكنونة في دواخله، ربما استكشفها بذاته، وربما عاونه أهل البيت على تشكيل تلك الصورة الاستثنائية عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حتى يقف أمام عدسات الكاميرات بشجاعة منقطعة النظير ويعترف بتلك الحقيقة التي لا يتصور فيها أحد إلا ابن سلمان نفسه. فما القصة؟ رد عفوي جاء من لسان فتى صغير لم يفكر فيه لحظة واحدة، وقرر أن يبوح به على العلن حينما أدرك أن الأمير الشاب يستحق من شعبه الكثير كما يساندهم ويعاونهم في الكثير. اللقاء التلفزيوني لم يكن سياسياً بالدرجة الأولى، ولعل مقدمه في الشارع كان يحاول أن ينأى بنفسه بكل شيء حتى لا يسمع كلمة تحسب عليه يقولها شخص لا يدرك عواقب كلماته، لكن ذلك الصغير كان لديه ما يقوله بخصوص ابن سلمان. فحينما سئل عن ذلك الشخص الأكثر أناقة في المملكة العربية السعودية، أجاب في نفس واحد: الأمير محمد بن سلمان، هل هناك أحد غيره؟ وشمر الصغير عن ساعديه وكأنه يريد أن يبعث برسالة إلى الجميع أن هذه الحقيقة في نفسه لا تقبل الشك، وأن ابن سلمان في نظره لا يقارن بأحد مهما كان. بالطبع أثارت كلماته فضولاً في نفس الجميع داخل وخارج المملكة. ما الذي صنعه ولي العهد من أجل أن يحتل مكانة عظيمة في نفس فتى لا زال في بداية عمره ولا يدرك الموازنات السياسية؟ حتى أن المذيع تفاجأ بما قاله الصغير وبدا مرتبكاً بعض الشيء. فالكلمات التي ساقها الفتى تنم عن مشاعر طيبة يكنها السعوديون من أكبرهم إلى أصغرهم إلى قائد ثورة التغيير في شتى المجالات في بلاد الحرمين، إذ أصبح الأمير الشاب في نظرهم بالطبع بطل أحلامهم الذي يلبي لهم رغباتهم ويحقق لهم كل مراد، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يتخطاه. فابن سلمان في مخيلتهم البطل الأسطوري الذي لا يسبقه أحد. حاول المذيع أن يستدرك أموره وينجو بنفسه من جرأة ذلك الصغير، وبدأ يخرج في حواره معه عن الأسئلة البديهية التي ستكون الإجابة عليها بالطبع الأمير محمد بن سلمان. وقد أثار مقطع الفيديو المصور ردود أفعال واسعة في جميع أنحاء المملكة، وتم تداوله على نطاق واسع عبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي بعناوين تتغنى بجرأة الصغير طارة وقيمة البطل طارة أخرى، إذ قال البعض أن الفتى يمتلك شخصية قوية للغاية ويمتلك جرأة عالية وشجاعة منقطعة النظير، ويتحدث وكأنه عالم بكل بواطن الأمور. فيما أشار البعض الآخر إلى أن ابن سلمان صنع الكثير من الأمل في نفوس الصغار قبل الكبار، وهو ما يحسب له بشدة، ويجعلون أمام قائد أسطوري لا تزال أمامه مسيرة عظيمة.